تعطيل للدراسة، بالعكس ده إلغاء للحضور، ولكنه الدراسة يتم استكمالها. وندعو أو السادة أولياء الأمور أنهم يساعدوا أن الولاد تتأكد أنها خلصت المحتوى الدراسي. طيب نشوف مع بعض إيه المصادر المتوفرة. لو حضراتكم تسمحوا لي نستعرض على الشاشة احنا عدد السنوات اللي هو من رابعة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية، عندهم مصادر كثيرة جدا، أهمها القنوات التعليمية اللي افتتحت في منتصف أكتوبر، قناة مدرستنا واحد. قناة مدرستنا واحد بتغطي السنوات من رابعة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية، وفي وسائل تعليمية أخرى. طبعا قناة مدرستنا متاحة عن طريق القمر الصناعي وعن طريق الأرضي لمن لا يستطيع، اللي ما عندوش إنترنت وما عندوش أي أسلوب للدخول على المنصات الأخرى، هيلاقي هذه القنوات اللي بتغطي كل المناهج. لو عنده اتصال بالإنترنت هيلاقي منصات أخرى زي البث المباشر بالتوازي مع مدرستنا، منصة ذاكر اللي فيها مناهج رقمية كثيرة جدا، ومنصة إدمودو اللي هنعتمد عليها في الفترة اللي هنبقى قاعدين فيها في البيت. في منصة إضافية بتقدم خدمات للشهادة الإعدادية بالتحديد اللي هي منصة الدروس الإلكترونية أو حصص مصر. كل دي بقت مهمة جدا دلوقتي، والاستثمار فيها هو اللي هيتيح لنا استكمال العام الدراسي عشان الأولاد ما تفقدش هذا العام. في المرحلة الثانوية الأولاد هنا معاهم أجهزة تابلت ومعاهم شرائح يدخلوا بيها على الإنترنت، وبالتالي عندهم قناة اسمها مدرستنا 2 على التلفزيون، بالإضافة لمنصة إدارة التعلم على التابلت اللي هي lms.ekb.eg، وعندهم إدمودو وعندهم الدروس الإلكترونية والبث المباشر، فعندهم مصادر كثيرة جدا. عن طريق المصادر دي هنقدر نكمل العام الدراسي من البيت. زي ما اتفقنا من الأول هنحاول نستكمل التعلم ونغطي المناهج بدون محذوفات، لأن احنا عندنا ما يسمح بهذا، سواء عن طريق الحضور في المدرسة أو باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة. واحنا كنا قلنا ده من حوالي شهر تقريبا، ودلوقتي المصادر دي هتنفعنا جدا واحنا مضطرين نذاكر من البيت. القنوات التعليمية زي ما قلنا هي الوسيلة الرئيسية اللي تشمل الجميع، اللي الجميع يقدر يخش عليها، موجود عليها كل المناهج. بدعوكوا الى مشاهدتها، مدرستنا واحد ومدرستنا 2. احنا بنحط على موقع الوزارة اسبوعيا جداول لكل سنة دراسية بتاعة المواد، ده يعني نموذج من هذه المناهج على مدار ال 24 ساعة. هتلاقوا مناهج رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية على قناة مدرستنا واحد. قناة مدرستنا 2 تم افتتاحها بعد كده في الأسبوع الثاني من ديسمبر. دي موجهة لولادنا اللي في المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية، بتعرفنا إزاي نستخدم مصادر التعلم وإزاي نحل الاختبارات بنظام الأسئلة الجديد. فدي قناة مهمة جدا اللي هي قناة مدرستنا 2، وده التردد بتاعها زي ما أعلننا وموجود على موقع الوزارة. دول مصدرين أساسيين يستطيع أي طالب في مصر وهو في البيت بعيدا عن خطر التعرض لكورونا ان هو يعتمد عليهم في الفترة اللي جاية. بالاضافة لده في منصة LMS او ادارة التعلم موجودة لكل الاولاد اللي في المرحلة الثانوية، بنضيف فيها محتوى رقمي تفاعلي، ده غير محطة التلفزيون. وفي كمان المكتبة الالكترونية اللي هي ستادي او ذاكر، دي متاحة للسنوات من اولى ابتدائي لحد الثانوية العامة. وفي وسائل تعلم مختلفة اللي احنا بنتكلم عليها، من اول مدرستنا لإدمودو لبنك المعرفة لمنصة إدارة التعلم. كل ده استثمار الدولة منذ 3 سنين اللي جمعناه كله في منصة التعليم المصري اللي اسمها إيديو هاب، للي هتوه
مش عارف يروح هنا ولا هنا ولا هنا، يدخل في ايديو هاب هيوجهه لكل الروابط بتاعت كل المنصات المتاحة. فمهم جدا ان احنا نعرف ايه المتاح لينا. اللي ما دخلش على مدرستنا واحد او اتنين يا ريت يخش عليها، اللي ما دخلش على منصة ادارة التعلم بتاعت ثانوي هيستفيد منها جدا. البث المباشر او ادمودو او ذاكر، كل ده متاح، وفي هذا الموقع هنقدر نعرف ايه اللي متوفر ونستخدمه ازاي. بالاضافة لده احنا عملنا مكتبة اضافية للدروس الالكترونية اسمها حصص مصر، مستواها عالي جدا، بيدرس فيها ناس من مركز تطوير المناهج ومن مركز تقييم والامتحان، عشان يساعدوا الاولاد على فهم أسئلة التقييم الجديدة في المرحلة الثانوية بالتحديد والشهادة الإعدادية. فدي متاحة برضو، وبدعوكوا العنوان بتاعها أهو وهنلاقيه على إيديو هاب. كل دي وسائل عشان نتعلم بدون ما نضطر ننزل أو نخرج من البيت. فهذه المنصة فيها فيديوهات شرح وتدريبات على طريقة الأسئلة الجديدة، كل ده متوفر في الصورة العامة. طبعا الاولاد من كي جي 1 لحد ثالثه ابتدائي ما عندهمش امتحانات في نظام التعليم الجديد في هذه المرحله العمريه، وبالتالي ما عندهمش مشكله الاضطرار للنزول للمدارس. بقيه المجموعه من رابعه ابتدائي لحد الثانويه العامه بندعوهم ان هم يكملوا المحتوى الدراسي لحد 16 يناير طول ما هم قاعدين في البيت، استعدادا للامتحانات بتاعت الترم الاول اللي هتيجي بعد كده باذن الله. فاحنا كل الحكايه بتعديل الخريطه الزمنيه بنتفادى فتره الذروه اللي احنا واضح ان احنا بنعاني منها دلوقتي، فهنأجل الامتحان لما بعد اجازه نص السنه، املا في ان شاء الله تكون الاحوال احسن ويبقى في تقدير موقف بعد اجازه منتصف العام. فاحنا وفرنا وبنوفر واحنا ماشيين مصادر تعلم كتيره جدا علشان نساعد الولاد، لان الوقت بيجري، ولو ما عملناش كده وما استكملناش المحتوى هيبقى كلنا عندنا مشكله اكبر بعد كده في استكمال العام الدراسي. في اللحظة اللي احنا فيها كل المطلوب هو الالتزام بتوجيه السيد الرئيس ومجلس الوزراء والوزارتين في ان احنا ما ننزلش المدارس او الجامعة في جميع انواع التعليم، ونكتفي بالتعلم من المنزل عن طريق كل الادوات دي. في طبعا تعليم عن بعد في التعليم العالي، ونكتفي بهذا. الامتحانات كلها تم تأجيلها لبعد منتصف العام. فده الملخص بتاع القرار اللي تم اتخاذه النهاردة، اللي هو يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة الأولاد والسادة المعلمين والإداريين والناس أولياء الأمور بالتبعية، ويوفر علينا هذا النوع من القلق ونستغل الوقت. فطبعا التزامنا باستخدام مصادر التعلم هو اللي هيفرق في أداء الأولاد بعد كده، وإحنا في الوزارة هنساعد عن طريق السوشيال ميديا وموقع الوزارة في طول الفترة دي، بان احنا هندي نماذج ارشادية من الاسئلة اللي في الامتحانات لجميع السنوات يتمرنوا عليها وهم في البيت، نماذج للولاد في ثانوي، نماذج للولاد في الثانوية العامة. هنحاول نستغل الوقت للمساعدة، وهنفتح قناة ادمودو او منصة ادمودو عشان نتواصل مع الولاد والمدرسين من خلالها. فيعني بدعوكم جميعا ان احنا نساعد بعض نعدي من السنة دي من غير إصابات إن شاء الله، وفي نفس الوقت ننقذ العام الدراسي لولادنا كلهم. ونعرف اهتمام السادة أولياء الأمور بالتعليم وبأنه ولادهم تنجح، فبالتالي هنساعد بعض بأنهم يوجهوا الأولاد لهذه المنصات إن شاء الله. وإحنا هنتابع معاكم وهننشر جداول مدرستنا ونكملها مع بعض، ومدرستنا اتنين، وهنزود من الخدمات اللي ممكن الوصول اليها والاولاد في البيت. اقول لكم تاني كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا ان شاء الله يجعل هذا العام عام سعيد وتزول هذه الغمة، وان شاء الله يعني نتمنى بعد اجازة منتصف العام لو التزمنا جميعا نقدر نوصل أحسن ونكمل العام وننجح كلنا إن شاء الله. شكرا جزيلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.